دخلنا فلسطين قعدنا مع الأسد في القفص. مجنون اللي بيقاتل الأسد هو إياه بالقفص. أنا كنت أقاتله لما كنت في الغابة وبالبستان وفي الجبل، أطلع شجرة أنزل في مغارة أقعد في واد، أقدر أتقاتل مع الأسد. أما أقعد أنا بالقفص وأقاتله، هيو ما قعدوا بالقفص في غزة، شو صار فيهم؟ ورثنا ما أخذناها من حدا، ما استلمناها من حدا. إحنا المؤسسين للسلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسين للكيان الوطني السياسي الفلسطيني، ما أخذناه، ما انتزعنا، ما ورثنا، ما أخذنا بالانتخابات. رفعت العلم الفلسطيني على مدننا، هذا له معنى كبير. وللأسف أول ما انقلبت حماس في غزة سقطت العلم الفلسطيني ورفعت الشريط الخطر تبعها.